أول مرة أشعر أنني قريبة من أن أعانق متان حبيبي، وأننا أقرب أكثر من أي وقت مضى لأن نستقبل العائدين من أعزائنا. هذه فرصة يجب ألا نفوتها. يا نتنياهو، رأينا كيف أنك عرقلت صفقات سابقة وكانت قلوبنا تتمزق كل مرة. لا تتجرأ على أن تفطر قلوبنا مرة أخرى. لن نكون مستعدين لأن نسمع على لسان ما يشي بالعرقلة على يد مسؤولين، هذا المسؤول أو ذاك. واجبك أن تعيد كافة المختطفين الذين تخليت عنهم. مرة واحدة فقط ضع مصلحة الدولة ومواطنيها على مصلحتك الشخصية. نحن ندعو الشعب، إذ وصلنا إلى هذه اللحظة الحاسمة، فقط ضغط هو الذي سيفضي إلى تحقيق هذه الصفقة. أخرجوا إلى الشوارع كي نحققها وننقذ الأرواح. إذا كانت هناك لحظة كان ينبغي بها أن تنهضوا وتسمعوا صوتكم، فهذه هي اللحظة الآن. أخرجوا إلى الشوارع ومارسوا كل ضغط ولا تهدأوا. المختطفون ينادوننا من الأنفاق أن ننقذهم. نتنياهو تخلى عنهم، لكن الشعب سيعيدهم. إن إعادة المختطفين هي النصر الحقيقي، وقد آن الأوان أن يتحد الشعب وأن ينهض من اليأس إلى الأمل، وأن يعيد أحباءنا إلى بيوتهم، وأن يعيدنا كلنا إلى بيوتنا. يا جالنت وزير الدفاع، يا رؤساء الأذرع الأمنية وطاقم المفاوضات، كل العيون تنظر إليكم. لا تسمحوا لنتنياهو أن يفشل الصفقة مرة أخرى. واجبكم أن تضمنوا أن يتم تنفيذها. ممنوع أن نفوت هذه الفرصة. وإذا وضع نتنياهو صعوبات أو وضع العصية في دواليب المفاوضات، اخرجوا للناس وقولوا الحقيقة.